رسائلة تقول: يوجد في بعض الملابس كلمات إنجليزية لها معاني محرمة، هل تجوز الصلاة فيها؟ لا تجوز الصلاة بملابس مكتوب عليها كلمات كفر أو كلمات شرك أو شعارات الكفر، لا يجوز الصلاة فيها ولا يجوز لبسها، ولو صلى بها يكون الصلاة صحيحة، لكن يأثم على لبس هذه الملابس اللي فيها كلمات الكفر أو الشرك أو شعارات الكفر. نعم.